السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم هو هذا التلفاز من النوع العادي سي ار تي ال جي 21 بوصة، به مشكل فاصل تماما. لاحظوا الصوت الذي يسمع، يعني لا صوت لا صورة ولا حتى لمبة الباور تشتعل مع وجود هذا الصوت، يعني مصدر يعني صادر من داخل التلفزيون. والآن سوف أقوم بفتح هذا التلفاز وأكتشف العطل الذي به ونحاول إصلاحه مع بعضنا إن شاء الله. تابعوا معي. إذا أصدقائي، كما تلاحظون هذا هو شكل التلفاز من الداخل. أول شيء علينا الانتباه له أصدقائي في مثل هذه الأعطال. لنتفق على شيء أصدقائي، هذا العطل ليس منحصر في تلفزيون إل جي فقط، قد تصادفونه في عدة يعني تلفزيونات من نوع العادي سي ار تي. فاول شيء علينا الانتباه له هو هذا الترانزستور، هذا يسمى ترانزستور اللاين، ترانزستور تي اش تي، وهو موجود في دائره الهوريزونتال، تسمى هذه الدائره هنا تي اش تي، والديفليكشن يعني تسمى دائره الهوريزونتال، ويوجد دائره الفيرتيكال. دائره الفيرتيكال المسؤول عنها هو هاد الاي سي، هذا اي سي الفيرتيكال. المهم عندما تواجهون مثل هاد الاعطال علينا الانتباه الى هاد الترانزستور، يعني نقوم بقياسه كاول خطوه. لماذا؟ لان ذلك الصوت الذي سمعتم في الاول، سوف اريكم مجددا، لاحظوا هذا الصوت فهو مصدره يعني وحدة التغذية هي التي تصدر هذا الصوت، وهذا الصوت بسبب فولتية يعني منحبسة في أو يوجد قصر في الدائرة، يعني في دائرة معينة كمثلا دائرة الهوريزونتال. هذا الترانزستور يعني عندما يتلف يعمل يعني شورت، قصر في الدائرة، وهذا الترانزستور يعني كوليكتر هذا الترانزستور تكون موجودة فولتية 110 فولت، تلك الفولتية 110 فولت يعني طبعا يعني تخرجها هاد الباور سبلاي المسؤول عنها هاد الترانسفورمر. إذا عندما هاد الترانزستور يعمل يعني يتلف ويعمل قصر في الدائرة، فبالتالي فولتية 110 فولت يعني تنحبس هنا، والباور سبلاي تبدأ يعني تعطي ذلك الصوت. إذا كأول خطوة سوف أقوم بقياس هذا الترانزستور التأكد منه، فتابعوا. إذا كما تلاحظون هذا هو الترانزستور، هذه أطراف الترانزستور، هذا الكوليكتر، الإيميتر، البيز. ملحوظة أصدقائي، علينا إفراغ هذا المكتف الرئيسي في وحدة التغذية لأنه يبقى شاحن فولتية، لأن موجود خلل، لأن الفولتية يعني منحصرة في مكان ما، وبالتالي فولتية المكتف الرئيسي يعني لا تفرغ، فعلينا إفراغ المكتف الرئيسي يعني تحسبا يعني اللي ربما يلسع يعني عند القياس الترانزستور أو شيء، يعني يلسعنا الفولت المخزن في المكتف. لاحظوا انظروا يعني 286 فولت بقيت يعني مخزنة في المكتف الرئيسي، علينا بإفراغه. سوف استعمل يعني نستعمل أي شيء يعني يشتغل بالكهرباء. سوف استعمل الهوت اير، هذا خاص بالهوت اير عندي. الآن لقد تم إفراغ المكتف، لاحظوا يعني بقيت في 3 فولت. إذا أصدقائي الآن نقوم بتحويل الملتيمتر على وحدة قياس الديود والجرس، ومن ثم نقوم بقياس الترانزستور. كما تلاحظون يعني الترانزستور به قصر في الدائرة، يعني عامل قصر في الدائرة.
أصدقائي علينا يعني إزالة الترانزستور والتأكد منه جيدا. لربما هذا القصر في الدائرة يكون يعني بسبب يعني مكون إلكتروني آخر مثلا كاللاين تي اش تي، حتى هي قد تتسبب في القصر في الدائرة، أو أحد المكتفات السيراميكية الموجودة في دائرة الهوريزونتال، أو الدايود يعني المربوط يعني بين الباور سبلاي يعني خارج الباور سبلاي، الدايود المسؤول عن 110 فولت، حتى هو يمكن أن يعمل قصر في الدائرة. فلذلك علينا التأكد بإزالة الترانزستور من مكانه وفحصه. إذن كما تلاحظون الترانزستور هو سبب القصر في الدائرة، علينا استبداله، فهو يعني سبب المشكل. ولكن أصدقائي قبل استبدال الترانزستور علينا التأكد من بعض العناصر الإلكترونية، من بينها يعني أهمها المكتفات. المكتفات أصدقائي كمثلا المكتفات المتصلة مع كوليكتور الترانزستور، فهي يعني قد تكون سبب في احتراق الترانزستور. وأيضا علينا الانتباه من مكتف هذا المكتف، لاحظوا هنا هذا مكتف، لاحظوا أصدقائي فهذا عبارة عن محول صغير، سوف أوريكم لكم هذا المحول الصغير أصدقائي، لاحظوا فهو به أربعة أطراف، لاحظوا طرف متصل مع بيز الترانزستور مباشرة، يعني أصدقائي هذا الترانسفورمر أو هذا المحول به ملفان، ملف ابتدائي وملف ثانوي. علينا التأكد من مكتفة متصلة مع الملف الابتدائي للمحول، وهي تكون متصلة لاحظوا مع المحول، والطرف الثاني في الملف الابتدائي متصل مع ترانزستور، هذا الترانزستور، هذا الترانزستور أصدقائي بيز هذا الترانزستور، فهو يعني هنا تدخل الموجة المدبدبة من اي سي يعني تسمى لوسيليتر، هذا الاي سي الكبير، فهذا يصدر موجة مدبدبة تدخل الى بيز هذا الترانزستور، هنا موجود ترانزستور، لكي هذا الترانسفورمر يحول هذه الموجة يعني يحولها الى هذا الملف الثانوي، وتدخل الى بيز الترانزستور، ترانزستور اللاين تي اش تي، وبالتالي التي اش تي او اللاين يعني تشتغل. فسبب يعني بعض الاحيان يكون هذا المكتف يعني به خلل، وبالتالي الموجة يعني تدخل إلى بيز الترانزستور تدخل يعني غير سليمة، تلك الموجة غير صحيحة بها خلل، فيكون هذا المكتف هو سبب ذلك المشكل، وبالتالي ترانزستور اللاين ترتفع حرارته بشكل يعني غير عادي ويحترق ويعمل شورت. فلهذا قبل تركيب ترانزستور اللاين علينا التأكد من المكتفات هنا في دائرة الأوريزونتال، وأيضا المكتف المسؤول عن هذا المحول الخاص يعني بالأوسيليتر بالموجة المدبدبة. علينا قياس هذه المكتفة أصدقائي والتأكد منها.
إذا نضع الملتيمتر على وحدة قياس المكثفات، إذا كما تلاحظون قيمة المكثف هي 7.7 يعني نانو فاراد، هي نفس القيمة المكتوبة عليه. إذا فهذا المكثف فهو جيد. والآن سوف أقوم بالتأكد من هذا المكثف، سوف أقوم بقياسه هو أيضا. هذا المكثفة قيمتها 4.7 مايكروفاراد. إذن سوف أقوم بقياسها. إذن كما تلاحظون لقد أعطتني قيمة في الملتيمتر 4.8 ميكروفاراد. إذن هذه المكثفة 4.7 ميكروفاراد، إذن فهي يعني فهي جيدة. إذن هذه المكثفة فهي جيدة. تتساءلون أصدقائي لما اتجهت مباشرة إلى هذا المكثف وهذه المكثفة، لأن في الأعطال الشائعة في تلفزيونات LG هذه المكثفة السيراميكية تكون هي سبب يعني احتراق هذا الترانزستور، ترانزستور اللاين. وأيضا في بعض الأعطال هذه المكثفة عندما يعني تضعف قيمتها كما شرحت يعني الموجة تدخل يعني غير صحيحة إلى بيز هذا الترانزستور، و بالتالي هذا الترانزستور ترتفع حرارته ويحترق. ملحوظة أصدقائي، إن كانت هذه المكثفة يعني غير سليمة فعند تركيب ترانزستور أونلاين يحترق مباشرة يعني في رمشة عين. عندما تكون هذه المكثفة يعني غير سليمة فعند تركيب ترانزستور أونلاين يشتغل التلفاز، ولكن بعد مرور فترة من الوقت الترانزستور ترتفع حرارته ويحترق، ربما تمر نصف ساعة ويحترق، ربع ساعة، ساعة، المهم ترتفع حرارته ويحترق عندما تكون هذه المكثفة ضعيفة. وعندما تكون هذه المكثفة تالفة فعند تركيب الترانزستور يحترق مباشرة. إذا أصدقائي الآن سوف أقوم باستبدال الترانزستور ونتوكل على الله و نجرب. سوف أستعمل هذا الترانزستور يعني مثل هذا، تابعوا.
والآن أصدقائي سوف أقوم بالتجريب. قبل التجريب أصدقائي من الأسباب أيضا التي تتسبب في احتراق الترانزستور هو هذا الـ THT Align عندما يكون بها خلل أو تكون يعني تسرب الجهد العالي، فكما تلاحظون هنا فهذا هو المصدر يعني الجهد العالي الذي يدخل إلى الشاشة، فهنا تكون فولتية عالية جدا أصدقائي، فبعض الأحيان يقع تسريب هنا يعني خلل تسرب هذا الفولتية الكبيرة وبالتالي هذا الترانزستور يعني يحترق. إذن سوف أوصل الآن التلفاز بالكهرباء، سأضغط الآن على هذا بسم الله. أصدقائي وكما رأيتم أصدقائي فاللاين بها خلل، يعني يوجد هنا تسريب للفولتية العالية كما رأيتم أصدقائي. إذن هذا هو سبب يعني احتراق ترانزستور، هذا الترانزستور ترانزستور اللاين. لاحظوا هنا فموجود يعني ثقب، سوف أريكم. لاحظوا إذا أصدقائي هذا اللاين هذا THT فهي محتاجة إلى تبديل، علينا استبدالها أصدقائي. إذا الآن أصدقائي كما تلاحظون ها هو التلفاز لقد اشتغل بعد استبدال THT أو اللاين، كما تلاحظون التلفاز لقد اشتغل بشكل جيد. والآن أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يعجبكم ويفيدكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر موضوع آخر، مع السلامة.